أكل السمبوسة محرم شرعا، أكل لحم الجن مجاز شرعا. لكن خلقها بلحم وعظم واحل لنا طعمتها. ميكي ماوس دمه يعني ميكي مهدور ماوس هذا شرير شرعا قديما، ويجب قتله. مع انه ميكي ماوس هذا يعني يقتل، يعني اصلا يعني على يعني شرعا يقتل في الحل والحرم يعني. أما سبونج بوب فعليه أن يقوم سلوكه الأنثوي المفرط، وإلا فلن يكون أحسن حالا من زميله الكرتوني. كلام قد يبدو دعابة لأول وهلة، لكن وكما قال المثل العربي، شر البلية ما يضحك. فما قيل آنفا ليس إلا فتوى أصدرها رجال لبسوا عباءة الإسلام ونطقوا باسمه وسلطوا سيفه على كل شيء. فتاوى ليس آخرها ما حرم على النساء ملامسة أو رؤية بعض أنواع الخضار والفواكه ما لم يرافقها محرم، بل حرم عليها أن تجلس وحيدة مع أبيها كما أفتى الشيخ العريفي. الأمر الثاني، لا تخلو بأبيها، لا تجلس لوحدهم في غرفة لوحدهما، ولا إنما تحرص أن تكون الأم موجودة أو إخوانها موجودون أو نحو ذلك. وليس أفظع هذه الفتاوى تحليل معاشرة الرجل لزوجته عند موتها. من ناحية شرعية لا نجد له مانعا يحرم عليه هذا الفعل، لأنها أصلا زوجته في الدنيا وفي الآخرة. وليس أقل هذه الفتاوى حياء أن تطالب النساء اللواتي يعملن في وسط فيه رجال بأن يقمن بأشياء تأنف العفة أن نعددها، وإنما نوردها هنا على لسان أصحابها للتوضيح فقط. الحقني 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 يا فضيلة الشيخ، اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء والمصورين اعمل ايه؟ مالي ايه؟ مالي اللي في الجرنان؟ طالبات انها هذه الفتاوى وكما اريد لها خرجت الى الميدان السياسي، واصبحنا نرى كل يوم مفتيا يخرج علينا بفتوى اقل ما يقال عنها انها دعوى فتنه وقتل. انتم اناس عاديون ستموتون كما يموت الناس. وليس اقلها دمويه ان يفتي القرضاوي باقتتال السوريين وقتل بعضهم بعضهم الاخر، او ان يفتي هو نفسه بوجوب قتل القذافي لدوافع سياسيه معروفه ولا تخفى على احد. معمر القذافي من استطاع منهم ان يطلق رصاصه عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. وهكذا أصبح التظاهر المسلح في سوريا وليبيا واجبا شرعيا، بل هو فرض عين، في حين أن التظاهر السلمي حرام في الممالك والإمارات الخليجية كالبحرين والسعودية وقطر. وما يحدث من قمع وقتل للمدنيين العزل لا يستحق ولو إشارة عابرة ممن يزعمون أنهم دعاة مسلمون، كما أنهم لا يصوبون فتاواهم الدموية ضد إسرائيل، بل إنهم يحرمون ما قد يعكر على إسرائيل احتلالها وتهويدها للقدس الشريف، كتحريم القرضاوي زيارة المسلمين المسجد الأقصى بذرائع واهية لا يصدقها أحد. ولا يختلف العرعور عن القرضاوي في تبريره لقصف الناتو للآمنين الليبيين في بيوتهم. فوجئت بأن التدمير في طرابلس غير باب العزيزية لا يتجاوز سبع أبنية، سبعة أبنية، ثم أن البناء المدمر استخدم فيه صواريخ ذكية بحيث لم يتجاوز التدمير حدود المبنى. وعلى مبدأ ومانه، فلا مانع أن يقتل بعضنا بعضنا، بل إن بعضهم أفتى بجواز قتل ثلث الشعب السوري ليحيى الثلثان المتبقيان بسلام على حد زعم الشيخ صالح الحيدان. أنا يقول يجوز قتل الثلث لصلاح الثلثين. وبعد كل هذا الكلام، أولا يحق للمراقبين أن يسألوا أين القرضاوي والعرعور والحيدان والعريفي مما يجري في فلسطين المحتلة من تهويد للمقدسات الإسلامية واضطهاد للمسلمين؟ سؤال نتركه برسم المشاهدين ممن لم يبيعوا أنفسهم للشيطان.